يلا بينا كده، عايزين نفتح مع بعض باكج نمط التحدي، وعايزين نولع الحكه كده ونزق الدنيا علشان خاطر داخلين على 10,000، وعايزين نولع الحكه في كذا سلسله العاب هتنزل قريب. انا ناوي انزل توتلي فوتبول وناوي انزل بيس، وهنعملهم كده سلاسل من الصفر كده. احنا بدأنا كده كده في توتلي فوتبول، نزلنا اول فيديو يعني من الصفر، وهنرجع نكمل تاني فيها، وعايزين نكمل برضو في بيس، يعني نبتدي خالص في بيس. انا مش هلعب باكونت بتاعي الكبير في بيس، انا كان معايا اكونت كبير بجمع فيه لعيبه، بس انا كده كده ضايع في بيس، يعني ما بعرفش العب في الجيم بليج قوي يعني. بس هننزل نتدربها مع بعض سوا، وهنولع الحكه لأيامك. ايه يا جدعان، ما تخلصوا وتجيبوا لنا ام الباكج ولا ايه الدنيا ولا بس؟ فلو مش عامل لايك اعمل لايك، ومش مشترك في القناه اشترك، ويزق معايا الدنيا كده، عشان انا عارف اللعبه دي والله، انا عارف اللعبه دي والله، ومقلق ان هو يخليني اعيد المباراه تاني، يعني تبقى حوار وارد. بس يلا اهو الباكج جالنا على الرأي منه، يا رب يجي لنا حد حلو علشان خاطر انا عايز اطور التشكيله الايام اللي جايه كده، ونطلع في اللايفات ونولع الحكايه في الدفاع، طور الدفاع. مبدئيا الباكج ده ملوش لازمه، يعني الباكج ده سكه ودغري، طالما ما جابش كريستيانو رونالدو يبقى الحدث ده ملوش لازمه. الله العظيم، بص بص جاب لي مين، بص بص بص، واخد بالك واخد بالك، كل مره ننصدم من نفس الحوار ده. بص 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 اللي بيجيب، بص اللي بيجيب، لعيبه مالهاش اي ثلاثه لازمه، لعيبه حرفيا مالهاش اي ثلاثه لازمه، بس يعني كلهم بملايين، فيعني ماشي ممكن نحطهم كلهم في مقايضه ولا اي حاجه يعني، ما علينا. دي التشكيله الطرشويه بتاعتنا، ودي التبديلات بتاعتنا، وانا مستني لسه لما اجيب زيكو التاني كده، بحيث ان احنا نحطهم كلهم مع بعض ونطور زيكو ده 15 رانك ويبقى على رأي منه. رويس انا مش عارف اعمل فيه ايه بصراحه، بس بفكر اديله 2 ماسكرانو وينزل معانا برده كتبديلات، ونزوده يبقى ليفل 15 ويبقى واحد من ضمن التبديلات. معايا كميه ماسكرانو انا مش عارف اعمل بيها ايه، مش عارف ايه الصح اللي انا اعمله بيها، بفكر ان انا استنى، وبفكر ان انا اتقل وحوارات وقصص كتير كده يعني، ايه مولعين الحته، واخدين بالكم من الكواليتي، وان انا الاضاءه جبتها هنا بدل ما هي فوق يعني، وولعنا الحته. ويلا بينا كده نخش اول ماتشات كده على رأي، بس لا نلغي كده الرانك ونلعب بالماتشات بتاعت دوري الابطال، احسن بكتير خالص من الرانك وفيها تعريق اكتر. يلا بينا نخش اول مباراه في الرانك كده على رأي منه ونولع الحكه. يا جدعان زقوا معايا الدنيا والنبي في القناه يعني. دخل الدوات 965، يعني انا حرفيا بتفرج على يوتيوبرز بلاقي ان هم مش واصلين لارقام اللي انا واصل لها دي يعني، فاهم؟ بالنسبه لهم المليون ده برقم كبير، بس ما علينا. هجوم الواد 92، الوسط 92، الدنيا بتاعته حلوه. لما نشوف التشكيله بتاعته بقى نظامها والدنيا بتاعتها، تشكيلتنا الطرشويه، ولسه فاضل لسه عايزين نطور خط الدفاع بتاعنا. تشكيله الواد حرفيا ما فيهاش حد حلو، بس متطوره كلها كويس يعني، هنشوف ممكن الواد يبقى لعيب اساسا ويفشخنا اساسا. يلا بينا يا عم رافائيل الياو، يلا بينا ادي الباصات الصح بتاعتك يا والا يا والا. الناس بتقول ان العرضيات رجعت بعد التحديث الاخير التاني، مش عارف، عايزين نجرب، هنجرب وهنشوف، واللي ضدنا هيعمل عرضيات واحنا بنعمل عرضيات، ونشوف هل العرضيات فعلا رجعت ولا ايه الدنيا. اهو اهو يا جدعان اهو، هل العرضيات رجعت؟ لا ما رجعتش ما رجعتش ما رجعتش، اتصدت عادي جدا، اتصدت عادي جدا، العرضيات ما رجعتش الحمد لله. بس مازال في يعني كومنتات على الجيم بلاي بلاقيها بتيجي على الفيديوهات بتاعتي، بقول افضل اقول لهم يا جدعان، عشان يمكن انا بلعب مباراتين او ثلاثه بس في اليوم، فلحد دلوقتي ما يعني ما اتاكدتش من اللي انتوا بتقولوه. بس لسه هنفتح لايفات النهارده يعني، بشكل عام هفتح لايف النهارده ان شاء الله على الساعه 7، الساعه 7 كده بتوقيت مصر، هنفتح لايف على التيك توك، لينك قناه التيك توك هتلاقيها تحت، فهنفتح لايف ونشوف. اللايفات بقى لما بنقعد ساعتين نلعب فيفا ساعتها بقى بتظهر العيوب وبتظهر الاخطاء، انما انا دلوقتي بقى لي فعلا كام يوم بصور ماتش ماتشين ثلاثه بالكتير، بس مش لاقي عيوب في اللعبه بصراحه، بل بالعكس انا حاسس ان اللعبه اتحسنت وبقت من افضل العاب كره القدم اللي موجوده على الساحه، ودي حقيقه يعني، هي افضل من بيس بمراحل لو فضلت استمرت على نفس الاداء اللي هي عليه ده يعني. مش لاقي سكريبتات، الناس بتقول في سكريبتات، انا لحد دلوقتي مش لاقي سكريبتات، لا سكريبتات كده خلاص، طالما الواد جاب هدف يبقى سكريبتات. معلش معلش نولع الحكه كده ونطرش الدنيا، سكعنا الهدف الاولاني، ماشي 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 يا فيفا. بس الواد لعب حلو يعني، في مراوغه، في مهاره، بص روغني صح، عملني صح، انا مش عارف ليه بلان حط رجله، بس تقريبا يعني ماشي، بس الدنيا حلو صح، الكواليتي مظبوطه، الدنيا في الطرش منه في الجمدان منه والله، بصور لك بقى على كواليتي ومظبط لك كواليتي الصوت ومظبط لك كل حاجه عشان خاطر نلعب كده مع بعضينا، وعلى راسه على راسه عم صلاح، على راسه عم صلاح. مثلا انا ديونج ده انا بخاف منه، بحسه هاكر، وزمبروتا برضو بحسه هاكر. ايه طيب ليه كده بنفتح دفاع ليه كده؟ طيب بنفتح دفاع ليه كده؟ لا يا كابتن فيا منك لله يا اخي، منك لله. اتسكعنا التاني، مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل، احنا بنسخن معروفه يعني، اول مباراه كده للبابا بيسخن يعني، ما علينا بالسكعات اللي اتسكعناها دي، معروفه ان البابا بيسخن لسه لسه لسه. اوعى تفتكر ان الماتش هينتهي كده، لا البابا هيرجع يصوت العيال دي يعني خلصانه، لا لا الواد البص ماشي ماشي، البابا هيعود هيعود. دلوقتي تشوف، دلوقتي تشوفون انا بقى لما اعود هعمل ايه، لما تشوفوني بقى وانا بعود هعمل ايه. يلا بينا يلا بينا يا عم كابتن فيا، عشان انت جلتنا خالص،
فتحت للواد، والواد معاه رافينيا. رافينيا يا جدعان معايا كارت منه 92 اللي هو بتاع دوري الابطال ده، والله العظيم نفسي اطوره، والله العظيم نفسي اطوره، والله الود ود اطوره بمسكران والعب بيه اساسي. سرعته 100 يا جدعان الكارت، وعارف ان كوت رافينيا يخرب بيتك يا جينيولا، يخرب بيتك يا جينيولا، على راسه اخس على راسه. احنا بص طرش الجينيولا طرش، اداء عالمي، اداء خرافي من البابا، اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله القناه بتاعتنا دي هتبقى يعني افضل قناه فيفا موبايل في الوطن العربي نظرا في الجيم بلاي، في الجيم بلاي، لن نقول في تفتيح الباكيجات، لان انا معيش سبارس، والقناه ما بتجيبش سبارس، والقناه ما بتجيبش فلوس. انا لحد دلوقتي انا اللي بصرف على المحتوى، لحد دلوقتي انا بدفع فلوس اكتر بكتير خالص من الفلوس اللي بتدخل لي. الفلوس اللي بتدخل لي يا دوبك حاجات معدوده، يمكن مثلا 500 جنيه، والاكونت والنت لوحده بياخد 1000 ونص تنزيل فيديوهات ولايفات، انت متخيل؟ يعني احنا انا بدفع الضعف مرتين ثلاثة على اللي انا باخده يعني. بس اتمنى الدنيا تكبر يعني، فاهم؟ لو الدنيا تكبر هتبقى حلوة. يلا ماشي ماشي، البابا هيفضل يدوس على التاتش لحد ما يفضل يضيع كده. ماشي ماشي، على الرقم منه. كل سنة وانتم طيبين يا جدعان، بنسى دايما اقول لكم كده والله، بس يعني ملوش لزوم ان انا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين، انتوا كده كده اخواتي وبتعيدوا عليا، وانا اللي بعيد عليكم في الكومنتات مع بعضينا. ماشي على الرقم يا عم مودريتش. ايه الخوليت، ايه الخوليت؟ في قناة تانية تحت يا جدعان بنتكلم فيها عن مشاكلنا يعني، ما تنسوهاش. انا مش عارف ايه اللي انا عملته ده، بس الواد مقفل عليا يعني. ماشي، الواد معاه بلنجهام، مش عارف جبت امتى انت بلنجهام ده. ايه الرافائيل اللي ياو، ايه الرافائيل اللي ياو، يدي للخليط، خليط بيتعلجن برغم ان هو كان مشاور له يعني، بس ماشي. بص 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 المهارات، بص المهارات والحلويات، مش عارف ايه. يلا 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 تعالى اهي. ماشي ماشي، لا يا جدعان خشوا بقى، خشوا خشوا بقى، ما تلعبوش بالطريقة دي، ما تلعبوش. خش يا كابديفيا، خش يا كابديفيا، قفل. عاش يا عاش يا عاش يا، تقفيل دفاع. يلا يلا، عايزين نجيب هدف التعادل دلوقتي، هنجيبه هنجيبه هنجيبه. فوف فوف فوف، يلا ايوه ايوه ايوه. انا مش عارف ليه بحس ساعات بيجي لي وقت ان انا عايز اجيب هدف برافائيل لياو، واروغ اروغ برافائيل لياو، واروح برافائيل لياو واجيب هدف برافائيل لياو، اللي هو افضل العب بس برافائيل لياو. حبيته فشخ بصراحه، حبيته فشخ. اللي شاف الفيديو الاخير بتاعنا كده هيعرف انا بتكلم عن ايه، بس يعني جامد فشخ رافائيل لياو يا جدعان، جامد فشخ. اسطور. ايه الكاب دي فيا، ايه الكاب دي فيا، يدي للمودريتش، المودريتش يدي لخوليد، خوليد يدي صلاح، صلاح الباور شوت بتاعه في الطرش منه، في الطرش منه. ايه البابا يا اسطى، عملت اللايك يا اسطى، اشتركت في القناه يا اسطى، عملت اللافايه كده وولعت الحكه، ولا ساجده للمولى سبحانه وتعالى، على راسه يا خصم. قلت لكم البابا هيعود، قلت لكم البابا هيعود. انا لا بس ننزل الواد ده وننزل الواد ده هنا. ماشي ما ننزلوش، ماشي خلاص، ما علينا ما علينا ما علينا، مظبط لك الدنيا كواليتي واداء طرشويات، طرشويات في الطرش منه، في الطرش منه، في الطرش منه. عاش عاش الله العظيم، عاش. نحن مولعين الكلام، مولعين الحكاية. اللي نزل هالاند وطلع جينيولا. ماشي 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 يا ابو الصلح. طيب خلاص تنتهي، ينتهي المباراة كاملة 2-2 على الرأي منه، وده يعتبر، والواد بيدينا ديسلايك نظرا لان هو متغاظ ان البابا عاد، بس انا ما حطيتش دماغي في الواد، لو الواد كنت زعلته يعني كان ممكن افوز المباراة دي، بس انا ما فزتش يعني، مراعاة مننا للناس برضو، احنا بنراعي الناس. المباراة الأولانية تعتبر فوز لينا والدنيا بتاعتنا حلو، تعالوا نخش واحدة كمان نرزع بيها الحكة وان شاء الله خير، ويا رب بكره بقى في باكج بتاع اللي هو بتاع نمط التحدي ده يجي لنا حد حلو كده، مثلا 50 60 مليون نبيعه، والله اتمنى كده، اتمنى كده، عشان احنا معانا 138 مليون، عايزين نوصلهم ل 150 مليون عشان نجيب روبن دياز الاحمر. يعني للاسف انا حاطط دماغي قفلت ونونوت ان انا عايز روبن دياز الاحمر، ومحدش يقول لي هات النسخه، طب ما انت معاك ماسكرانو، هات النسخه اللي قبلها وطوره بخمسه ماسكرانو. مش عارف ليه حاسس ان انا محتاج احافظ على ماسكرانو اللي عندي عشان خاطر قدام، او حدث مثلا قدام يبقى معايا كميه ماسكرانو ضخمه، فاهم؟ اللي هو اقدر اطور بيها اي لعيب انا عايزه اصفر، لان انا خلاص اللعبه دي ما ينفعش تتلعب غير بلعيبه صفرا، ده اللي انا اكتشفته يعني، فاهم؟ يا صفرا يا حمرا، فاهم؟ وبالعكس يعني انت عارف ان انا ممكن اجيب الواد بيديني لايك، فممكن يكون عارفني، لا شكله عارفني فعلا يعني، فاهم؟ اداني اكتر من لايك فشكله عارفني، فخد اللايك يا اخويا حبيب اخوك انت، تسلم لي. فانا فكره اللعبه دي كلها بفهم اللي هو ايه، لا اللعبه عايزه تلعب بلعيبه صفراء، لان اقسم بالله فعلا حرفيا انت ممكن يكون معاك لاعب ضعيف جدا بس اصفر، تلاقي طاقاته جامده فشخ. ايه يا جدع، ايه يا جدع، ما بالراحه، بس لا طاقاته جامده فشخ، وتقارنه بواحد تاني قوي واوفر عالي
ويعني ولاعيب ليه اسمه، تلاقي الاصفر طاقته اقوى يعني، طاقته احسن، خصوصا لو كان متطور فعلا 30 يعني، فاهم؟ فاللي هو لا، بحس الصفار ده بيفرق، الصفار بيفرق قوي يعني، فاهم؟ بيفرق قوي، خصوصا الرنكات بتاعته بتبقى غالية، فاهمين؟ عشان كده انا حتى روبن دياز عايز اجيبه احمر، بس والله مقلق بعد حتى ما اطوره احمر واديله 25 رانك، ان يكون مثلا بلان اللي انا هضيعه مكانه او هحطه فيه. ناس طبعا هتقول لك ايه هادي اللي تحطه فيه، انت بتقول ايه هادي؟ لا بس انا هحطه، قصدي فيه يا بص شفت رافائيل لياو، رافائيل لياو حطه فيه، حطه في الحارس، بس الواد اخونا وحبيبنا وبيلعب كويس، طالما بيعمل لي لايكات يبقى يعرفني، يبقى ياخد البتاع دي، وكمان ما كمان نعدي الهدف، نعدي الهدف عشان ده اخونا مولع معانا هناك. فانا خايف ان انا ايه لما اجيب روبن دياز احمر برده ما يعديش ال 150 مثلا. ممكن نبقى نشوفه في فيفا رندر، ممكن نبقى نشوفه في فيفا رندر كده هو 25، هل هيكون اقوى من بلان ولا لا؟ بس عشان كده انا اللي هو ايه عايز، لو اغير لعيب في تشكيلتي اجيب واحد اصفر مكانه بجد والله، مش عايز العب غير بلعيبه صفرا يا جدعان، يكش حتى ان شاء الله اقضي طول عمري بالتشكيله دي. هو احلى حاجه كده كده ان الاوفرات بتاعت اللعيبه ما بتزيدش يعني، انا مش ملاحظ بقى لي فتره كده ان اوف وخوليد الخوليد والمكوس، الخوليد والمكوس، ولع الحكايه يا عم خوليد على رايق، عملت لاف فايستا ولا الدنيا، ولا انت منفض للبابا ولا ايه؟ مفيش اي تقدير خالص يعني، يعني قدرني، ده انا بتعب في الفيديو علشان خاطرك، ده انت اخويا اخويا وحبيبي يعني، بحبك برضه. ظبط طرشين الكلام، طرشين الكلام، طرشين الكلام، والحلويات والحبشتكنيات. اها استر استور استور يا الفريمبونج. لا ايوه الحمد لله. الواد لو كان عدل وداس ار2 كان جت، بس انا مش عارف انت ليه يا صاحبي ما عدلتش ولا جابت، يمكن عشان بيلعب البابا ففي رهبه مثلا. استر استر، ولا انا اللي عندي رهبه ولا ايه؟ يا ولد يا كاب ديفيا، كاب ديفيا جامد، بفكر اديله 5 ماسكران ويبقى احمر كده كده، من ال دبليو هات الجامده. بس انا بحس بصراحه ربنا ال دبليو هات والار دبليو هات ما تطورهمش اكتر من نعدي الهدف ده مونتاج، مونتاج شيل الهدف ده عشان شكلنا فيه وحش. فانا زي ما بقول لكم يا جدعان بصراحه ربنا شايف ان الار بي وال بي ما لو 20 رانك كويس، اكتر من كده فاهم بحس ان انت لا طور لعيبه تانية افضل ما تطور دول تلاتينات، فاهم؟ بجد والله بجد. شوف يخرب بيتك يا الجنيول، يا الجنيول يعود الى ينتقم الجنيول. نظبط بس صوابع زينب عشان مش متظبطه، بس يا صاحبي اوعى تكون فاكرني بحتفل عليك، ده انت اخويا وبتعمل لي لايكات وانا بعمل لك لايكات، تعرفني قلبي قلبي، خد قلبي. مباراه كانت حلوه، مباراه كانت حلوه، شفت الهيل تو هيل جمدان جمدان برضه البابا ما بيحبش يتكلم. عشرة، خد لايك يا اسطى، اسمه تاو تي تي، منورني يا قلبي منورني. بص الواد واد برنس والله العظيم، واد برنس هرق منه. فانا شايف ان تلاتينات رانك، تلاتينات رانك دي اديها لخطوط النص اكتر حاجه واضمن حاجه لازم تديها له يعني. بص لو اول لاعب، لو خيروني مثلا بان انا ادي لاعب واحد 30 رانك ادي مين؟ ادي الار دبليو يعني، فاهم؟ اول لاعب ادي له 30 رانك الار دبليو ده، انا بحس ان هو اهم حاجه، اهم حاجه يكون معاك لعيب سريع وخفيف وتدي له 30 رانك يكون ار دبليو، ده اول حاجه تركز عليها اكتر من المهاجم، اصل المهاجم كده كده بينهي. المهاجم لو هركز على حاجه واحده اركز ان هو يكون 5 5، خصوصا لو كنت بلعب بمهاجم واحد زي انا بلعب بمهاجم واحد فمحتاج واحد 5 5 عشان لو جات له الكوره هنا جات له الكوره هنا يشوطها. ما يعني مثلا ما لو اربعه، لو قدم اربعه تبص هتلاقيه ساعات بيضيعها، لو قدم ثلاثه تبقى رجله مقطوعه، فاهم؟ لو قدم اتنين بقى يبقى انت بقى ما بتعرفش تلعب فيفا وتروح تلعب دريم ليج بصراحه يعني، فاهم؟ لو هنتكلم في ما يرضي الله تروح تلعب دريم ليج، قدم اتنين ازاي تلعب بيها يعني، فاهم؟ في مواجهه، فاهم؟ انت يبقى كده ما بتتابعش البابا، كده انت بتتابع اللي بيفتح باكيجات وبيزود مهاره لصلاح يعني احنا ما نحبش نتكلم عن حد يعني، ما نحبش نتكلم عن حد يعني، فاهم؟ نسيب الناس اللي تفتح باكيجات تفتح باكيجات، احنا كده كده انا بحب اتفرج عليهم لما اكون داخل افتح باكيج اشوف الباكيج ده حظه حلو ولا لا يعني. بس هما مش ناس بتلعب فيفا يعني، مش ناس لعيبه فيفا، مش لا مش فاهم انا بتكلم في ايه. الناس مش زيهم زيك، مش عندهم نفس المشاكل اللي عندك يعني، فاهم؟ فاهم هما ما بيلعبوش فيفا، هما بيفتحوا بك ايه، هما مش عايزين اخرس، مش هتكلم البابا مش هتكلم، عشان ما تفضلش تكتب لي في الكومنتات يا دي ما مالكش دعوه بيهم وبتاع. يا عم ماشي خلاص، روح اتفرج عليهم هما بيطوروا صلاح، ماشي طوروه تمرير وانا اقول بتطوروا تمرير ليه والباك، ولما تقول لي خد قائم تشكيلتك مزود لي تمرير في جناح، الدنيا بتبقى خربانه. فبشكل عام نرجع لموضوعنا،
انا كنت بقول لكم ان انا لو هطور لاعب 30 رانك فانا اول حد اركز عليه الار دبليو، بعديها ال دبليو، بعديها لازم واحد خط نص يكون 30 رانك. المهاجم يعتبر اخر واحد ممكن تطوره. الناس بقى بتعمل ايه؟ بتعمل العكس، اول حاجه تطورها تشوف لك الاسترايكر بقى، لو انا عايز استرايكر يكون خر يا جدعان. لا، الاسترايكر كده في الاول وفي الاخر بينهي، انما مين اللي انت بتلعب عليهم دايما وطول الوقت بركز؟ بلاقي الناس بتلعب عليهم الاجنحه، الاجنحه سواء ال دبليو ار دبليو، بشوف ان الناس مركزه اكتر على ال دبليو والار دبليو. احنا فزنا المباراه 3-1 على الرايق منه، كانت مباراه جامده يا حبي، تسلم لي عش، تسلم لي، اكتب لي في الكومنتات ان انت. بعد كده خطوط النص، وطبعا بعد كده الدفاع، الدفاع لازم يتطور، بس اهم حاجه تختار في الدفاع ان هو يكون معدل جهد الهجوم منخفض، لو متوسط بتبقى مقبوله، بس يعني منخفض بتبقى انت مختار واحد صح، هتلاقي كيم من جي متوسط منخفض، هات المنخفض، متوسط مقبول بس يفضل تختاروا معدل جهد الهجوم منخفض في المدافعين. وبعد كده انا بنشرح اكتر في التشكيلات وبتاع ده، بس ينتهي هذا الفيديو على هذا النمط علشان خاطر ما نكترش، وعسى اقول لكم فيديو تاني. سلام.